يواصل معبر رفح المصري استقبال الشاحنات الإغاثية التي تدخل لدعم الأشقاء الفلسطينيين، حيث يصطف عدد من الشاحنات أمام المعبر تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة. دخل إلى الجانب الفلسطيني اليوم 40 شاحنة مساعدات بالإضافة لست شاحنات وقود، فضلا عن استقبال 250 من مزدوجي الجنسية. وقد تجاوز عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح حتى الآن 5300 شاحنة، وسط توقعات بزيادة عدد الشاحنات في الفترة المقبلة بعد قرار مجلس الأمن بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.